ووسط استعدادات لحرب محتملة أمام روسيا، دخلت أوكرانيا أجواء الاستعداد لحرب فعلية، حيث قررت كييف استدعاء القوات الاحتياطية والذي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وبالطبع بينهم مجندات الجيش الأوكرانية. فإذا ما جذبتك إحدى الأوكرانيات بعينيها الخضروين والشعر الذهبي، فحاول ألا تنخدع. فخلف هذا القوام الممشوق عسكريات لا يعرفن الرحمة، حيث تتنافسن الأوكرانيات بقوة للظهور في الخطوط الأمامية على جبهة القتال الشرقية لبلدهن، وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة أكثر من 100,000 عسكري روسي. لنشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. يتم التدريب من قبل شخص كان عسكريا سابقا وشارك في الحرب عام 2014. مشاهدينا، من المعروف أن وحدات أزوف بالجيش الأوكراني من أشرس وأقوى الوحدات العسكرية في غرب أوروبا، ومصنفة بالمرتبة 12 عالميا، حيث يتم الزج بجنودها بأقصى الظروف والتدريب كالإنسان الآلي. لنشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. مقطع فيديو طريف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصادم مدرعتين ببعضهما البعض بالخطأ أثناء التدريبات العسكرية للقوات الأوكرانية. هل الحماس للدفاع عن أوكرانيا هو الدافع وراء ذلك الفيديو؟ لنشاهده معنا. قصصنا مستمرة، ولكن نتابع بعد فاصل قصير.